المفروض هذا المسلم عندما يطلع يروح إلى السوق كون قبل كل شيء طالع يحمل في قرارة نفسه شنو؟ التسامح، الصدق، الوفاء، إيفاء الكيل والميزان. يعني رايح هو يقول أنا رايح أتعامل مع الناس، أنت بالواقع تتعامل مع الله مو مع الناس. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أنت رايح تتعامل مع الله، الله لا يغفل عنك، أنت تحت رقابته.